شهد عام 2016 حزمة من المبادرات الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي جاءت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المفدى في مواصلة العملية التنموية الشاملة بقطاعات المملكة، حيث شملت المبادرات الجانب الإنساني والعلمي وكذلك الرياضية. قدم الكثير ويطمح للمزيد، يحفز، يدعم، يبادر، ويرسم الابتسامة التي تبعث الأمل ويزيل الحواجز ويقوي الهمم، فهو يؤمن بأن العزيمة وقوة الإرادة وروح التحدي هي مفاتيح للإنجاز والنجاح في شتى المجالات. فسموه يزرع في شباب الوطن الثقة والطموح بمبادراته المختلفة التي تهدف للتميز ورفع راية مملكة البحر. فإيمانا من سموه بالطاقات الشبابية البحرينية، لم يكن التركيز في تلك المبادرات على الشأن الرياضي فحسب، بل كان للثقافة والابتكار العلمي والشأن الإنساني نصيبا واضح بمشاركة واسعة لتنمية وإبراز قدرات أبناء الوطن. فعلى الصعيد الإنساني، سموه لم يغفل عن دعم أسر شهداء الواجب بمبادرات إنسانية عديدة. في الرياضة تبنى سموه فئة ذوي الإعاقة بتخصيص العديد من الفعاليات وإشراكهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة لنشر ثقافة رياضة فنون القتال المختلطة والارتقاء برياضة ألعاب القوى. ولم ينسى سموه الطاقات الشبابية، فوجه لإقامة مسابقات رياضية تدعم المواهب المحلية. أما الجانب الثقافي فحرص خلاله سموه على غرس الابتسامة وترك علامة أفادها أن الحركة الثقافية في المملكة هي أساس للتطوير والنجاح والارتقاء بالشباب البحري. وإلى الجانب العلمي، فكان لسموه دور بارز في تشجيع طلبة المدارس والجامعات على صنع الابتكار والتميز للدخول بكل قوة إلى عالم مليء بالتحديات، ومنها تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع. عام مضى حمل بين طياته قصص نجاح لمبادرات ترعرعت بين جدران التحدي، ارتقت إلى سماء الابتكار، ذاقت طعم التميز لتحصد الريادة والإشادة. لكن المحافظة على القمة دائما أصعب من الوصول إليها، خاصة في عام جديد يحمل سقفا عاليا من الأمل، ولا أمل من دون عمل. فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وأمامنا خطوات وخطوات في كل المجالات والاتجاهات. فسموه يراهن على الشباب والشابات لمستقبل مليء بالإنجازات. خالد بن حمد، رجل المبادرة.